احكي استنى خليك احنا من بداية الأزمة من 7/3 بالضبط شكلنا لجنة، هاي اللجنة سميناها لجنة مكافحة كورونا، قامت بعدة فعاليات بعضها موجه للمجتمع المحلي بعضها موجه للأطباء. طبعا هلا فيش مجال نذكر هاي الفعاليات، ولكن احنا اليوم فعالية اسمها فعالية حبة ليمون. طبعا احنا في عندنا اليوم 4 رمزيات في هاي الفعالية. رمزية الأولى ان احنا واقفين واخترنا مكان اللي هو مكان دوار الشهيد ثابت تخليدا لذكرى شهدائنا. الرمزية الأخرى والثانية هي انه اليوم عيد الأم، يعني آثرنا انه تكون في هذا اليوم. الرمزية الثالثة قديش حبة الليمون بتعني لمجتمعنا الكرمي تحديدا، قديش ارتباطها في الأرض. الرمزية الرابعة هي رمزية صحية، قديش هاي الحبة الموجودة والرخيصة اللي بين إيدينا اللي بجوز كل حدا فينا عنده شجرة بيقدر يستخدمها يرفع مناعته، فيها كثير فوائد، بلش من الفيتامين سي اللي بتمنع الرشوحات ونزلات البرد، وصل لعند الانتي اوكسيدانت اللي هو بيمنع حدوث السرطانات او له وقايه من السرطانات. لهيك احنا بندعو المجتمع الكريم من كلهم، احنا كاطباء موجودين معكم، احنا همنا همكم، وبنحكي لكم انه بشيء رخيص بشيء بسيط ممكن ترفع مناعتك من داخل ارضك.